الترجمة. السلام عليكم يا بدر. السلام عليكم يا بدر. أنا حسان أتكلم من لندن. ساي حسان. ساي berbicara dari لندن. وعليكم السلام يا حسان. كيف الجو في لندن؟ وعليكم السلام وهي حسن. Bagaimana cuaca di لندن؟ الجو بارد في لندن. هذا فصل الشتاء. Cuaca dingin di لندن. Di musim dingin. كم درجة الحرارة في لندن؟ Berapa derajat panas di لندن؟ تحت الصفر. كيف الجو في الرياض؟ Di bawah nol. Bagaimana cuaca di رياض؟ كان الجو حارا وهو الآن معتدل. Sebelum ini cuaca di رياض panas, namun sekarang sedang. كم درجة الحرارة في الرياض؟ Berapa derajat panas di رياض؟ درجة الحرارة 20. Derajat panas di رياض 20 derajat Celsius. هل ستقضي العطلة في لندن؟ Apakah kamu akan menghabiskan liburan di لندن؟ لا، سأقضيها في تونس إن شاء الله. Tidak, saya akan menghabiskannya di Tunis إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر ونختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والعفو منكم، والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.